ام احمد، كنت قلت لي ان زوجك اول ما قامت الثوره كان بعت المتعلقات بتاعته من السجن وقال لكم ايه بقى؟ عايز اعرف القصه دي والله. وفرح خالص وجهز حاجته وبعتها مع احمد وقال لي. من امتى؟ من كام شهر؟ من اول ما الثوره نجحت. من 11/2. وهو فرحان وقال انا خلاص الحمد لله ربنا هيفك علينا وهنطلع الحمد لله، وزي زمايله كلهم. كل زمايله طلعوا وكل اللي معاه في القضيه طلع وهو لسه ما طلعش. بعت ايه بقى؟ متعلقاته كلها يعني؟ كل حاجه حتى هدومه. بعت هدومه ومجهز شنطته هناك ومجهز حاجته في اللي يقول يعني يقولوا له خلاص افرج. يعني اكتر من كده يعمل ايه جوز؟ زوجك حصل على ايه من مؤهلات يا حبيبي؟ زوجي كان في كليه تربيه رياضيه وما خدش البكالوريوس تربيه رياضيه. وذاكر ثانويه عامه تاني وخد لسانس حقوق في جامعه القاهره. يعني بتقدير مقبول يعني. ذكر في السجن. وحضرتك حاصلة على ايه؟ واخدة بكالوريوس تجارة. وماذا انا موظفة خاصية شؤون مالية في الازهر. تبع محافظة الشرقية في المعهد ابو حميد. واحمد قلت لي في ثالثة حقوق؟ في ثالثة في جامعة الزقازيق. احمد لما يعني ما كان زوجك في القضية كان احمد عنده قد ايه؟ كان احمد يوم ما خده محمد كان احمد عنده سنة وثلاث شهور. يعني نقدر نقول احمد دلوقتي كل الفتره ديت اتربى وتعلم وزوجك بعيد عن وهو في السجن. وقعد كام سنه؟ قعد اكتر 10 سنين ما شافش ابوه وهو محبوس. اول ما خدوه في القضيه قعدنا 10 سنين ما نشوفوش. ممنوع الزياره يعني؟ ممنوع الزياره، حتى الاكل ممنوع. 10 سنوات؟ 10 سنين لغايه 2000 اخر 2002 ممنوع من الزياره فعلا. ممنوع ورب العزه ممنوع من الزياره نهائي. بقيت اروح اتحايل على الضابط كده وابص رجله عشان اقول له بس طب خد الاكل. خد الاكل. وليد بيه حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. وليد اسمه ايه؟ وليد بيه الطبلاوي حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. كان في سجن ايه يا حاج؟ كان في سجن العقرب. كان ممنوع من الزيارة؟ ممنوع من الزيارة، قعد 10 سنين ممنوع من الزيارة. ويوم ما فتحت الزيارة قعدنا بقينا نروح الزيارة 10 دقايق والظابط واقف وسطينا بس عشان ياخد الأكل ونمشي. أيوة. يوم ما ابني أول زيارة رحنا له أحمد ابني أول ما شاف أبوه ما نعرفهوش. ما عرفناهوش من 10 سنين. والشكل اتغير، الجسم كل حاجة اتغيرت فيه. أحمد كان منتظر والده في خلال الأيام ديت؟ كل يوم يقول يا ماما بابا كويس، يا ماما بابا هيطلع النهارده، يا ماما انت رحت النهارده مفيش اخبار يا ماما. يعني كل يوم نقول بكره ان شاء الله يا احمد، بكره باذن الله يا ماما، بكره ان شاء الله. لا ده بقول الشهر الجاي، ده الاسبوع الجاي، على طول كده. ايوه ان شاء الله يطلع بالسلامه يا حاجه، ان شاء الله نستقبله ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. صحت لبركة.